ايضا ومنورنا على الهاتف سيادة اللواء محمد ربيع مهندس صواريخ حرب اكتوبر. الو، اهلا يا فندم. اهلا اهلا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف خير سيادة اللواء، منور برنامج انا والملكة. اهلا بحضرتك وكل سنه وشعب مصر والامه المصريه كلها والاعلام المصري بخير وتحيه. وحضرتك بألف خير وجيشنا المصري بألف خير وشرطتنا ورئيسنا وكل الشعب المصري بألف خير. تسلمي يا فندم، تسلمي. وحضرتك تحية لحضرتك وكل ضيوف حضرتك الأجلاء. يا فندم ربنا يخليك. حضرتك طبعا نموذج من الشخصيات الرائعة اللي بنفخر بيها طبعا في مصر يا فندم، ولك أعمال كبيرة جدا ومجهود رائع. تسلمي يا فندم، تسلمي، دي مصر، مصر في قلبنا. طبعا طبعا سياده اللواء المحترم. النهارده بقى حضرتك عارف ان احنا مقبلين على عيد الفطر، حابب تقول ايه بقى النهارده لكل اهلك وحبايبك في عيد الفطر وموضوع صله الارحام؟ اتفضل يا فندم. والله يعني النهارده انا من قلبي بهني كل اهلي واولادي واحفادي واصدقائي واحبابي وكل الشعب المصري تهنئة حارة بعيد الفطر بعد شهر رمضان الكريم. ربنا يخرجنا منه واحنا مغفورين لنا، ويعني عند الله من المختارين بإذن الله. اللهم يعني وطبعا حضرتك ناقشت موضوع في وقته او في موضوع او في حينه، وهي صلة الأرحام. طبعا يا فندم بيهمنا جدا ان احنا حضرتك عارف سيادة اللواء ان يعني فخامة الرئيس بيقوم بمجهودات كبيرة جدا حاليا، يعني البلد طبعا حضرتك شايف التقدم اللي احنا فيه من كل الاتجاهات، فاحنا بقى كشعب عاوزين بقى نتجمع على المحبة والود ونكمل اللي فخامة الرئيس بيعمله، فاحنا عشان كده عايزين نرجع طبعا. وحضرتك شفت جميع الأديان بتنادي بصلة الرحم، فاحنا عايزين ننادي بالصفة دي يا فندم، لأن طبعا حضرتك عارف ان حاليا للاسف الشديد كثير من الاسر ما بقوش يشوفوا بعض اصلا. كلام حضرتك مظبوط. انا بس عايز اقول كلمه. اتفضل. ان صله الرحم مفهوم اساسي بينص عليه الدين الاسلامي وجميع الاديان. جميع الاديان طبعا بالتاكيد. والمقصود منه عدم القطيعه بين الاهل والاقارب. حتى كلمه صله هي عكس كلمه القطع. العكس. صله الارحام. ايوه تمام تمام سياده اللواء. طب والوصل اساسا لازم يتم بالزيارات بين الناس، بين الاهل، افشاء السلام، السؤال من حين لاخر، حتى المساعده الماليه كل اسره فيها الغني والفقير والمتوسط. بالتاكيد كلنا نساعد بعض. وصله الرحم كلمه مطلقه لا يقصد بها الاهل فقط، بل اقرب الاقرباء، بل اقرب الاقرباء من بعيد. ولازم نعرف كلنا ان احنا في العيد اللي بعد بكرة العيد نحن في حاجة. من قطع رحمه فليصله، من غاب عن اهله فليبدع، من الابن اللي ما بيزورش اخته، الاب اللي ما بيزورش قرايبه، كل دول لازم النهاردة، مش عايز اقول في العيد بس طبعا، لازم نعرف ان صلة الارحام مذكورة في القرآن في أكثر من آية وفي أكثر من سورة وفي أكثر من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب سيادة اللواء طبعا بنشكر حضرتك جدا، بس في قبل ما بختم مع حضرتك عايزاك توجه كلمة لفخامة رئيس الجمهورية والجيش المصري والشرطة المصرية وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك. أنا بس عايز أقول يعني آية على سبيل المثال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وآية قال الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال الله تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. شوفي بعد الفساد قطع الرحم، ده شيء صعب. طبعا يا فندم أنا النهاردة بقول للناس كلها، إحنا ربنا رزقنا برئيس الحمد لله حامل روحه على كفه، أنقذ هذه البلدة الوطن من يعني مش عايزين ندخل في حوار اللي ما بيشوفش يبقى اعمى. طبعا يا فندم اللي ما كلنا بيسمعش ومقدرين. يبقى اطرش. طبعا طبعا اللي ما شافش اللي اتنفت في سبع سنين ما حصلش في 50 سنه بنقول له يا ريس سيسي ربنا معاك، يا ربنا يحميك، ربنا يحفظك، انت فعلت الكثير، انت نفذت صله الارحام، جمعت
الشعب المصري كله، مفيش مسلم ولا قبطي. جمعت شعب مصر، جمعت المعاقين، جمعت اليتامى، جمعت المساكين، جمعت الغلابة، جمعت أبناء الشهداء. نسمع خطابه الأخير وهو بيعمل خطاب الأمة. كلنا لازم نعرف أن كل ما تم في مصر كلنا في الفترة السابقة كلنا من 7 سنوات يفوق الخيال. عايزين نقول يا شعب مصر، يا شباب مصر، كن أمين واشهد شهادة لله. لا تسمع الإشاعات، لا تردد الإشاعات، واعرف أنك في حماية ربنا. ربنا جاب لنا الرئيس السيسي في حماية جيش مصر كلنا اللي تحت احنا كنا لسه بنحتفل من ايام معدوده 25 ابريل عيد تحرير سيناء. سياده اللواء، كلنا تحت شعار تحيا مصر، وبنشكر حضرتك جدا على مداخلتك القيمه الرائعه، وتبعدنا بمداخلات تانية ان شاء الله. ميرسي يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. وطبعا كان معانا سياده اللواء محمد ربيع، مهندس صواريخ حرب اكتوبر، بنشكره شكرا جزيلا. في نهايه الحلقه بتاعتي طبعا انا